الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم مشاهدة مباريات للفرق الكافرة ودفع مبالغ مالية من أجل مشاهدتها بغرض المتعة في اللعب؟ الحمد لله رب العالمين. الإنسان لما خلقه الله عز وجل في هذه الحياة استأمنه على هذا الوقت واستأمنه على هذا المال، فلا يجوز للإنسان أن يهدر لا ماله ولا عمره فيما لا يعود عليه مصلحته ومنفعته في عاجل أمره وآجله. فمن صور تضييع الأموال وتضييع الأوقات الجلوس أمام شاشات التلفاز لمشاهدة المباريات، سواء أكان لفرق إسلام تنتسب للإسلام أو لفرق كافرة. ويعظم الأمر ويزداد إذا كانت المشاهدة تقتضي دفع مال وتقتضي تصويتاً أو غير ذلك مما يوجب دفع مال، فيكون المسلم بذلك قد خان الأمانة في عمره الذي استأمنه الله عليه، وخان الأمانة في ماله الذي استأمنه الله عز وجل عليه. فلا ينبغي للمسلم أن يقع في هاتين الحفرتين، فالمال أمانة والعمر أمانة، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فإذا كان مشاهدة المباريات قد منعها كثير من أهل العلم، فإن المنع يزداد ويتأكد إذا كانت على دفع مال، ويعظم شرره ويتطاير خطره إذا كان التشجيع لفرق كافرة يحبهم ويشجعهم ويتمنى فوزهم ويقتدي بهم ويتمثل لعبهم ويحب أرقام أقمصتهم ويعشق رؤيتهم، فهذا حينئذ يضرب في أصل الولاء والبراء. فمباريات كرة القدم التي على مال أو نحوه من جوائز هذا محرم ولا شك، لكون ذلك من القمار، لأنه لا يجوز أخذ السبق وهو العوض إلا فيما أذن فيه الشرع، وهو المسابقة على الخيل والإبل والرماية. وعلى هذا فحضور تلك المباريات ومشاهدتها ينبغي للمسلم أن يترفع عنها وأن يستغل وقته فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. فلا يخفى على الجميع أن هذه المباريات على هذه الشاكلة تدخل في مسمى التحريم، تدخل في حكم التحريم، لأنها غالبا تشغل عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، وتوجب الولاء والبراء لغير الله عز وجل ورسوله ودينه، وتوجب فرقة المسلمين بسبب اختلاف الفرق التي يشجعونها، بل ربما يتفرق الأصحاب، وربما يطلق الزوج زوجته بسبب الفوز أو الهزيمة للفريق الذي يشجعه، مع ما يتضمن ذلك من كشف العورات واختلاط النساء بالرجال في مدرجات الكرة أو وجود آلات له. فإذا ينبغي لنا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وأن نبتعد عن مثل هذه الترهات وسفاسف الأمور التي تبعدنا عن الله وتؤخرنا عن السير إليه، وتشغل أوقاتنا فيما لا منفعة فيه ولا مصلحة تجنى منه، بل يملأ أوقاتنا بالسب والشتم واللعن والغيبة والكلام الفاحش البذيء الذي لا ينبغي. فإننا نسمع يعني من الناس ربما حدثنا بأنه اغتاب هذا اللاعب أو سب هذا اللاعب أو تكلم في عرض هذا اللاعب بسبب أنه لم يؤدي في لعبه الدور المطلوب منه، فكل هذا مما يقتضي تحريم هذه المشاهدة. وينبغي للعاقل الحصيف الناصح لنفسه أن يربأ بنفسه عن مثل ذلك، وأن يعمر وقته فيما يقربه إلى الله، فإننا عما قريب مفارقون لهذه الحياة ومحمولون على الأكتاف ونازلون في تلك الأجداث المظلمة، فما الذي قدمناه لهذه القبور وما الذي قدمناه لآخرتنا؟ ينبغي للإنسان أن يتأمل في نفسه وأن يتفكر في حاله، ما الذي قدمه إلى الله، ما الذي قدمه لنفسه لحياته الحقيقية، حتى لا يتحسر فيقول كما قال ذلك الرجل: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أو يقول القائل الآخر: يا ليتني قدمت لحياتي. فالتقديم للآخرة هو تقديم للحياة الحقيقية. فوصيتي لنفسي والجميع
أن نترك جميعا هذا الأمر وأن نقبل على الله عز وجل بقلبنا وقالبنا، وأن نعمر أوقاتنا بالذكر والخير والصلاة والدعوة إلى الله والتعاون فيما بيننا على البر والتقوى، وأن نعمر دنيانا بالخير حتى إذا انتقلنا منها نكون قد عمرنا قصورا مشمخرات من الثواب والأجر تبيض بها وجوهنا بين يدي ربنا، وندخل جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وأن يوفقنا لكل خير، والله أعلم.